أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب. لطالما تخوف المتابعون من أن يؤدي عزوف الرئيس سعد الحريري وتياره عن المشاركة في الانتخابات إلى تأجيلها والوصول إلى التمديد للمجلس النيابي وبالتالي التمديد لولاية رئيس الجمهورية، إذ أن الحديث عن هذا السيناريو يعود من جديد إلى الواجهة بعد تغريدة لافتة للكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل عبر موقع تويتر، حيث أعلن فيها أنه بدأ العمل بشكل جدي من قبل مرجعيات سياسية ورؤساء أحزاب وازنة على التمديد لمجلس النواب بحجة عدم الميثاقية وغياب مكون كبير. وأضاف أبو فاضل: بعد أعلان الرئيس الحريري وتيار المستقبل عدم المشاركة وكذلك كيفية تأمين ثلثي أعضاء المجلس النيابي للتمديد لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وفي هذا السياق تساءل وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل في اتصال مع الجديد حول إمكانية مجلس النواب للتمديد لنفسه. هذا الكلام عم ينحكى، بس أنا بدي أسأل هل سيجتمع مجلس النواب للتمديد لمجلس النواب؟ نعم. وأنا رح أقول لك، أول شيء القوات اللبنانية ما رح يجتمعوا، لأنه قالوا إنه نحن بدنا انتخابات مبكرة. نعم. ما بدنا تمديد. التيار الوطني الحر رح يجتمع، حتى لو اجتمع ليمدد لرئيس الجمهورية ما رح يجتمعوا ليمدد لرئيس الجمهورية. كما حذر شربل من فراغ في المؤسسات الدستورية الذي سيؤدي إلى تدخل خارجي لوضع لبنان تحت وصاية دولية. أنا بتقديري واللي حاصل أكثر، إذا ما في انتخابات نيابية ما في تمديد لمجلس النواب، رح نوقع بالفراغ، رح يوصل ل 21 أيار تنتهي ولاية مجلس النواب. 21 أيار تعتبر الحكومة حكومة مستقيلة، وبنوصل لوقت إنه كمان ب 31 تشرين ما في انتخاب رئيس جمهورية، نوصل لفراغ كامل دولي فارغة. يمكن هيدا اللي مقصود، انه لا يكون في رئيس جمهورية ولا يكون في رئيس مجلس نواب ولا يكون في حكومة ولا يكون في اي شيء. ساعتها بصير في تدخل خارجي، بصير في تدخل خارجي ونوضع لبنان تحت الوصاية. هلا اي وصاية ما بعرف. نعم. انا بظن انه اللي قلت لك اقرب للواقع من أنه مدد لمجلس النواب ومدد لرئيس الجمهورية. أما عن وقع التمديد على الشارع اللبناني، فيتحدث الوزير شربل عن فوضى ستعم البلاد، بالإضافة إلى مخططات خارجية للضغط على حزب الله. لقلت شغلة، نحن عايشين بظروف صعبة جدا، في ضغوط داخلي وفي ضغوط خارجي. نعم. الضغوط الداخلي بنعمل انتخابات أو ما بنعمل انتخابات، وأجيتهم حجة أنه الرئيس الحريري هلا عزل حاله، فإذا نحن ما رح نعمل انتخابات وننتخب رئيس جمهورية والتيار المستقبل مش موجود، يعني هني أكبر شريحة سنية مش موجود لانتخاب رئيس جمهورية أو لانتخاب رئيس مجلس نواب أو لتأليف حكومة. الضغط الخارجي اللي عم بيصير هلأ يختلف عن الضغط الداخلي، تفكير برا غير تفكير بالداخل. تفكير برا قد ما فيهم بدون يضغطوا على حزب الله لحتى تتغير هذه المنظومة اللي حاكمة وتغير الحلفة تبعه لحزب الله على الساحة اللبنانية. نعم. هذا الموضوع، هذه هي هلأ بنوصل بالحلين لفوضى بالبلد. ايه رح نوصل لفوضى بالبلد اذا ما في توافق، والفوضى بالبلد رح يجتمع مجلس الامن ويقرر مثل ما قرروا بال1990 قوات ردع عربية. يمكن حيجيك قوات ردع ما بعرف منها مرة. وعن عزوف الحريري، فيشير شربل إلى أنه هناك هدفين رئيسيين من هذا الإعلان. الهدف من عزوفه للرئيس الحريري في شغلتين. الشغلة الأولى، يمكن هو عارف أنه حيصير في فوضى، حيد فريقه وحيد الطائفة السنية من فوضى، يمكن يصير في مشكل على الأرض لأنه بده يزيد الضغط على حزب الله، حيد الفريق تبعه. هاي شغله. الشغله الثانيه الضغط، يمكن ضغطوا عليه للرئيس الحريري لحتى يتقيل او لحتى ما يترجع
ترشح لحتى هاي المنظومة اللي موجودة تبلش تفرط. يعني عدم ترشيحه للرئيس الحريري، انت شفتي التصاريح اللي طلعت من اللي تضرر، حيضرر الوليد بك، حيضرر الرئيس بدري، راح يضرر الكل. وانا قلت انه اذا صار في انتخابات نيابية وصار في رئيس مجلس النواب، هل راح يرجع؟ اذا نجح راح يرجع ياخذ الاصوات ذاته الرئيس بري؟ لا، ما راح يرجع ياخذ الاصوات ذاته، هذا بتأديبي. وليد جنبلاط راح يبقى بالتكتل اللي معه، لا يخسر، لانه عارف انت الرئيس الحريري كان ينزل معه كحليف صح عمود له. بعدين هل سينجح جبران بشير؟ هوني المشكلة. فإذا الضغط اللي صار على الرئيس الحريري لا ينعزل، لا يعزل حاله لحتى يفرطوا هالدومينو اللي موجود اليوم، يعني السيستام اللي حاكم لبنان من 96 لهلا. إذن وبحسب شربل، فإن احتمال التمديد للرئاستين الأولى والثالثة هو أمر غير واقعي، ويبقى خيار إجراء الانتخابات هو الأمل الوحيد الذي ينتظره اللبنانيين لتغيير واقعهم.